بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة الثامنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيك. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع أبو عبد الله أحمد عميران، والمستمع أبو المنذر نور سعيد أحمد، والمستمع أبو صالح صفوان صالح وسالم حفظ، يسألون جمعا من الأسئلة. في أحدها يقولون: ما حكم تناول أكل لحم طيور البحر؟ هل يجوز ذلك أو لا؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فإن الأصل في الطيور الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه، مثل ذوات المخالب التي تفترس بها وتصيد بها، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع. فالجوارح التي تفترس بأنيابها أو بأظفارها هذه سباع من سباع الطير أو الوحوش، لا يجوز أكلها. وكذلك الطيور التي تتغذى بالخبائث، الطيور التي تتغذى بالخبائث كالغراب والرخم وغير ذلك مما يأكل الجيف، هذه حرام لخبث ما تأكله، لأنها تتغذى بالخبيث فيؤثر ذلك في لحمها خبثا. وكذلك ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله كالغراب والحدى، أو نهى عن قتله كالهدهد والصرد. ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله من الطيور أو نهى عن قتله من الطيور فإنه لا يحل أكله، وما عدا ذلك فإنه حلال، سواء كان من طيور البر أو من طيور البحر. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم تناول الزوجة لحبوب منع الحمل إذا كان الزوج رافضا لذلك وقد استشار أبويه فوافقاه على رأيه؟ جزاكم الله. لا يجوز للمرأة أن تتناول الحبوب التي تمنع الحمل إلا برضا زوجها، وبشرط أن يكون ذلك لعذر شرعي، كأن تكون تتضرر بالحمل أو يسبب لها أتعابا لا تتحملها. فإذا توفر هذان الشرطان، وجود الضرر البين من الحمل أو تعرضها للخطر بسببه، وكذلك رضا زوجها وموافقة زوجها على ذلك، جاز لها اتخاذ ما يمنع الحمل في بهذين الشرطين. أما ما دامت أنها لا تحتاج إلى منع الحمل، بل عندها قابلية ولا ضرر عليها ولا خطر عليها، فلا يجوز لها أن تتعاطى ما يمنع الحمل، بل ولا يجوز لزوجها أن يأذن لها لذلك. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يذكر الوالدين وإذا لا دخل للوالدين في ذلك. طيب. هذا من حقوق الزوج. طيب. نعم. جزاكم الله خيرا. ماذا يعمل الواحد إذا أصبح جنبا ولا يستطيع أن يغتسل، لأننا في منطقة ساحلية باردة؟ إذا كان عليه جنابة ولا يستطيع الاغتسال بسبب شدة البرودة، وليس عنده ما يسخن الماء ويكسر برودته، وعليه خطر من استعمال الماء البارد، فإنه يتيمم، لأن هذا عذر شرعي يبيح التيمم، لأنه يخاف الضرر على نفسه باستعمال الماء. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من عدن في الجمهورية اليمنية مستمعة تقول: أختكم أم مصطفى تقول إن لها إخوة مفرطون في الصلاة وفي تطبيق أوامر الله، وقد نصحتهم كثيرا ولكن لم يستجيبوا لنصحها، وتقول إنها تخدمهم وتقوم بواجبهم، فماذا عليها حينئذ؟ جزاكم الله خيرا. عليها مواصلة النصح معهم والإنكار عليهم، لعل الله أن يهديهم. وإذا
أمكنها الابتعاد عنهم إذا أصروا على ما هم عليه من المخالفات الشرعية وتمكنت من الابتعاد عنهم، فإنها يجب عليها أن تبتعد عنهم لئلا يؤثروا عليها ولئلا يلحقها إثمهم ومخالطتهم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل أيضا وتقول: امرأة توفي زوجها وترك لها مبلغ 30,000 ريال ومضى على هذا المبلغ سنة، وحينئذ تسأل عن الزكاة، فأجابها بعض الناس بأن أموال الأيتام الموقوفة لا زكاة فيها، فهل ما قيل صحيح؟ هذه ليست موقوفة، هذه مواريث. إذا كان هذا الميت له أولاد وله زوجة فإن ماله يكون ميراثا له، كل على ما قدر الله له من الإرث. الزوجة لها الثمن، وللأولاد إن كانوا ذكورا المال لهم على عدد رؤوسهم، وإن كانوا إناثا فلهن الثلثان والباقي للعاصب، وإن كانت واحدة فلها النصف والباقي للعاصب، وإن كانوا رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، ووليهم الذي يتولى شؤونهم يخرج الزكاة عنهم لأنه نائب عنهم، فيخرج الزكاة عنهم لأنه يقوم مقامهم في ذلك، ولا تسقط الزكاة عن أموالهم لأن هذه ليست من الأوقاف وإنما هي مواريث وملك لهم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل على المرأة إذا ما أرادت أن تصلي هل عليها أذان أو إقامة أو تكبر مرتين كما سمعنا من بعض الناس، وأيضا عند النافلة ماذا يلزمها؟ جزاكم الله خيرا. ليس على المرأة أذان ولا إقامة، وإنما هذا خاص بالرجال، ولا تكبر مرتين، وإنما تكبر مرة واحدة تكبيرة الإحرام، وهي ركن من أركان الصلاة لا تنعقد إلا بها، ولا تكبر مرتين، وإنما تكبيرة الإحرام مرة واحدة، والنافلة والفريضة سواء في هذا. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الطائف رسالة بعثت بها مستمعة تقول: أم محمد. أم محمد تقول: أستفسر عن أمر أقلقني كثيرا، ذلكم أنني وفي الجهل ذهبت إلى بيت الله الحرام وقد اعتمرت وطفت بالبيت وأنا حائض، وذلك الأمر حصل مرتين في البيت الحرام، ومرة ذهبت إلى المدينة وزرت المسجد النبوي وأيضا وأنا حائض، مع العلم بأنني لا أعلم ما في ذلك الأمر من حرج، فما حكم ذلك وما كفارته؟ جزاكم الله خيرا. لا يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد، لا المسجد الحرام ولا المسجد النبوي ولا غيرهما من المساجد، وكذلك لا يجوز لها أن تطوف وهي حائض، قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت وهي محرمة بالحج قال لها: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. ولما حاضت صفية أم المؤمنين بعد الحج قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحابستنا هي؟ قالوا: يا رسول الله إنها قد أفاضت، أي طافت طواف الإفاضة، فأمرها بالرحيل والسفر وسقط عنها طواف الوداع. الحاصل أن الطواف يشترط له الطهارة، فإذا طافت وهي حائض فإن طوافها غير صحيح، وبالتالي تكون عمرتها غير صحيحة، ويكون الإحرام باقيا عليها، فعليها أن تعود إلى مكة وتؤدي مناسك العمرة، تتجنب محظورات الإحرام لأنها ما زالت محرمة، وتؤدي مناسك العمرة التي كانت عليها، وإحرامها بالعمرة الثانية غير منعقد لأنها محرمة من الأول، العمرة الأولى فهي محرمة، فعليها أن ترجع إلى مكة وأن تأتي بالعمرة التي طافت فيها وهي حائض بطواف وسعي وتقصير، وإن كان حصل عليها جماع فإنها تمضي في عمرتها وتكون فاسدة، فإذا خلصت منها ترجع إلى الميقات الذي أحرمت منه الأول فتحرم منه بعمرة جديدة قضاء لما أفسدته من العمرة الأولى أو فسد من عمرتها الأولى بسبب الجماع، ثم تأتي بعمرة ثانية قضاء لما لعمرتها الفاسدة، ويكون عليها فدية وهي ذبح شاة في مكة. أما إذا لم تكن حصل عليها جماع في هذه الفترة فإنه يكفي أن تعود وتأتي بمناسك العمرة كما ذكرنا، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: أنجبت أولادي الثلاثة ونحن في حالة عسر أنا ووالدهم،
ولم نستطع أن نذبح لهم العقيقة، ولكن عندما حصل الختان وهم كبار ذبح والدهم لهم عجل للثلاثة، فهل ذلك يجوز علما بأنه عجل واحد للثلاثة الأولاد والآن هم كبار وأصبح لهم الأولاد؟ فما هو توجيهكم جزاكم الله خيرا؟ العقيقة سنة ليست واجبة، وما دام أنهم قد كبروا وطال الوقت فإنه لا يلزم أن يذبح عنهم، لأنها سنة فات وقتها، والعجل لا يكفي عن ثلاثة، وإنما يكفي عن واحد إذا كان قد بلغ السن المجزية، وهي أن يكون تم له سنتان. إذا كان تم له سنتان أجزى في الأضحية وفي العقيقة، وإن كان دون ذلك فإنه لا يجزي. ولكن هذا الموضوع الذي ذكرته السائلة ليس فيه عقيقة، ما دام أنه قد فات وقتها وكبر الأولاد وتزوجوا وأنجبوا ليس عليهم عقيقة، لأنها سنة فات وقتها. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع رمز إلى اسمه بالحروف ميم 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 الشامي يسأل جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: هل يجوز أن أصادق تارك الصلاة وأحدثه أم لا يجوز؟ جزاكم الله خيرا. يجوز لك أن تحادثه بالنصيحة والإنكار عليه وتخويفه بالله عز وجل، وبيان أن الصلاة عمود الإسلام وأنه لا دين ولا إسلام لمن ترك الصلاة، عليك أن تنصحه وأن تغلظ عليه بالقول لعل الله أن يهديه وتكون السبب في هدايته. أما مصاحبته من غير أمر له بالصلاة ومن غير إنكار عليه فإن هذا لا يجوز. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كم المدة التي يجوز للرجل فيها أن يفطر في الصيام إذا كان مسافرا جزاكم الله خيرا؟ لا تحديد للمدة، ما دام أنه مسافر فإنه له الإفطار، ما دام أنه مسافر فإن له الإفطار، إلا إذا أقام في أثناء سفره إقامة تزيد على 4 أيام فإنه يجب عليه الصيام، لأنه انقطع السفر في حقه بهذه الإقامة. أما ما دام في حالة سفر مواصلا للسفر فإنه يفطر ولا تحديد للمدة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا أردت أن أسافر إلى بلد وأقيم فيه شهرين، كم المدة التي يجوز لي فيها أن أقصر الصلاة وفقكم الله؟ إذا نويت إقامة تزيد على 4 أيام في بلد أو في بر أو في أي مكان في أثناء سفرك وجب عليك إتمام الصلاة، لأنك أصبحت مقيما وانقطع السفر في حقك. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هل المقصود بهذا الصيام صيام الشهر كاملا أو يوما بعد يوم أو الاثنين والخميس؟ جزاكم الله خيرا. نعم، صح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصيام ما يحصل به المقصود سواء كان أياما أو شهرا أو ما تيسر مما يحد من شهوة الإنسان ويضعف فيه الشهوة التي يخشى عليه من فتنتها، فيصوم بقدر الحاجة بقدر ما يحد من شهوته. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم مصافحة العمة زوجة العم والخالة زوجة الخال، وهل يجوز التحدث معهم ومقابلتهم والسفر معهم؟ العمة أخت الأب وليست زوجة العم، إنما هي أخت الأب، والخالة أخت الأم وليست هي زوجة الخال كما يقول، إنما هي أخت الأم، سواء كانت أختا لها من نسب أو من رضاع، أو عمة من نسب أو من رضاع، هذه هي الخالة والعمة التي هي من المحارم. أما زوجة الخال فإنها ليست من المحارم وليست خالة، وكذلك زوجة العم ليست من المحارم وليست عمة، فلا يجوز مصافحتهما. نعم. جزاكم الله خيرا أحسن إليكم. هل العمامة سنة أم ماذا؟ وهل تجوز الصلاة بلا عمامة أم أن ذلك بدعة؟ جزاكم الله خيرا. العمامة مباحة وهي من الملابس التي يباح لبسها، سواء عمامة أو غيرها مما يعتاد وضعه على رؤوس الرجال حسب عادة البلد، وهذا من المباحات وليس هو من السنن.
لا يشترط في الصلاة وضع العمامة ولا أن يكون الرأس مستورا، وإنما هذا من الكمال والأحسن. الأحسن أن يكون الإنسان في صلاته على أحسن هيئة، لقوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. والزينة هي اللباس الذي يستر العورة ويجمل الهيئة، أما ما زاد عن ستر العورة فإنه مستحب، وأما ستر العورة في الصلاة فإنه شرط من شروط صحتها مع القدرة على ذلك، لا تصح بدونه. نعم. جزاكم الله خيرا. أنا بيتي بعيد عن المسجد ولا أسمع الأذان، لكني أسمع المنبه في صلاة الفجر فأقوم وأصلي في البيت، ما حكم عملي؟ إذا كنت لا تسمع النداء لبعد محلك أو بعد بيتك عن المسجد فلا يلزمك حضور الصلاة، ولكن إذا تكلفت الحضور وصبرت على المشقة فهو أفضل لك وأعظم أجرا، فإن الآثار تكتب إلى المساجد، وكلما طالت المسافة عظم الأجر، عليك أن تحتسب الأجر وتغتنم الثواب، تحضر إلى المسجد ولو كان بينك وبينه مسافة محتملة، لأن ذلك أعظم لأجره. وقد هم قوم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعيدة بيوتهم عن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، هم أن ينزلوا قريبا من المسجد وأن يدعوا منازلهم البعيدة، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال لهم: يا بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم، فعليك بالصبر والاحتساب مهما أمكنك الحضور. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بالإجابة على أسئلة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، وكان لقاؤنا مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام.